جينيتيك هو لو ماتيريال جينيتيك شابيتر الاول هو لو ماتيريال جينيتيك هنا مش باين في الفوتو المهم هاوليك هو الماتيريال جينيتيك هذا هو شابيتر نيميرو 1 دونك شحال نعرفوا في الشابيتر هذا عندنا اول حاجه واش معناها نيكليوتيد نيكليوتيدا دونك لو ماتيريال جينيتيك بيان سور نهضروا على الادي ان دونك نيكليوتيدا وشنو هي اللي هي وحده بنائيه تاع الادي ان تتكون من اسيد فوسفوريك H3PO4 لو بنتوز و لو باز ازوتي لو بنتوز نعرفو هو سكر فيه 5 دونك 5 كربون يسمى بنتوز دونك ان باز ازوتي دونك لاديان هو ديزوكسي ريباز يعني عنده سكر ناقص الاكسجين ولا غان يتكون من ريباز اللي هو سكر فيه سي 6 ماهوش منقص الاكسجين مهم قضيه ماهوش منقص الاكسجين لا غان لو سكر تاعو مش منقص اكسجين اما لاديان ديزوكسي ريباز دونك لي تيب دو باز ازوتي دونك لو باز ازوتي اللي كاينين في لاديان عندهم انواع عندنا البيورينيا بيورين اللي هي الا و جي وعندنا البيريميدينيا بيريميدين تي و الاو سي تي و سي هام تاع لاديان والاو هي اليوراسيل اللي هي تاع لا غان دونك واش عندنا واحد المعلومات لازم نعرفوهم على لاديان اول حاجه لاديان شنو هو هو بوليمير دو نيكليوتيد واش معنى بوليمير دو نيكليوتيد يعني تكون من ازواج تاع نيكليوتيد يعني ماهوش جاي سلسله وحده جاي سلسله سين دونك ليزون انتر لي نيكليوتيد يعني عندنا هذه اللي هنا هايليك عندنا هذه اون البغا الاول البغا دوزيام عندك نيكليوتيد هذه ونيكليوتيد هذه بيناتهم دي ليزون انتر لي نيكليوتيد يسموهم عفوا نهضروا على هذا يعني ما بين نيكليوتيد هذه والنيكليوتيد هذه في لو ميم بغا اسمها ليزون فوسفودياستر هي عباره عن ليزون فورت قويه وما بين هذو اسمها ليزون هيدروجينيك يعني هيدروجين ليزون هيدروجين يعني شويه ضعيفه دونك بكاتينار يعني في دوبلو بغا دوبلو بغا يسمى في سلسلتين ماهوش سلسله واحده كومبليمونتير انتر يعني كاين تكامل ما بين لي نيكليوتيد الا تتكامل مع التي برابطتين هيدروجينيتين والسي تكامل مع الجي بثلاث روابط دونك ليزون هيدروجينيك سي سا دونك بالنسبه لي كريتير تاع لاديان دونك بعد ما عرفنا لي زانفورماسيون هادو سيغ لاديان حنعرفو لي كريتير تاع لاديان دونك لاديان فيه دي كريتير لي كريتير الاول عندنا لو ريغول دو شاغا لو ريغل دو شارغاف عفوا واش تقول لي بلي البيورين يعني القواعد الازوتيه البيورينيه عددها يساوي القواعد الازوتيه البيريميدينيه يعني كون جو نجمعوا عفوا القواعد تاع الأ والجي نلقاوهم ان النتيجه تاعها تساوي المجموع تاع السي زائد التي دونك بالنسبه للكريتير دوزيام تاع لاديان وشنو هو هو انه انتي باراليل واش معناها انتي باراليل دونك اول حاجه تلقاي 5 بريم ديما تقابلها 3 بريم في لوتر برا بوركو لانه 5 بريم شنو هي هي غروبمون فوسفات ليبر دونك لهنا 5 بريم هذه تمثل لي غروبمون فوسفات ليبر واما 3 بريم تمثل لي او اش ليبر ما هي تتابع نيكليوتيدات من الطرف هذا الاول فيه يعني غروبمون فوسفات ليبر وهذا الطرف فيه غروبمون او اش ليبر انتي باراليل واش معناها لو غروبمون هذا خمسه فاتحه اذا لقيتي لهنا 5 بريم لان مش حتلقاي 5 بريم حتلقاي 3 بريم في لوتر برا داديان دونك بالنسبه لو ستركتور الويدال اللي فيه دوبلو اليس اش معنى الويدال معناها حلق يعني حلزوني دوبلو اليس فيه هي دوبلو اليس دونك عندك اول حاجه هو عباره جاي شكل حلزوني هذا النصف القطر هنا تاع الالتفافه هو 20 انغستروم كما نعرفوا نحسبوا به الابعاد يعني الميكروسكوبيك ولوتور هذه الالتفافه الوحده فيها 3.4 نانومتر يعني الطول تاعها هو 3.4 نانومتر اللي فيها 10 بير دو باز يعني فيها 10 ازواج من القواعد الازوتيه سي سا دونك هاي لا ستركتور تاع لاديان كيما قلنا انه عندك لهنا 3 بريم من قبل 5 بريم لهنا ثاني نفس الشيء لهنا الروابط اسمهم فوسفودياستر ولهنا الروابط هيدروجينيك دونك بالنسبه لي تيب داغين عندنا لاغانام عندنا لاغانتي عندنا لاغانير جينوميك ريترو في اوس
دونك هادو اللي تيبدا غان يعني نعرفوهم من قبل مش حاجه جديده علينا. لو ريبوزوم باش نلقاو فيه ديما نلقاو فيه اغان اغ و البروتيين. دونك بالنسبه للبروكاريوت معامله الترسب عندهم هو يعني في لي ريبوزوم ديما نهضروا على لي ريبوزوم. البروكاريوت معامله الترسب هو 70 واما الكاريوت هو 80 المعامل ترسب. دونك بالنسبه لارانتي لارانتي لا فورم تاعو جاي كيما هكا. هذا نوع من انواع الاغان. لارانتي جاي هو عباره عن مونو كاتينير يعني فيه سلسله واحده من تلقى او اش من تلقى ان انتي كودون سي سا. دونك ديسوسياسيون توتال او بارسيال. دوكا كي نقبضوا لاديان دونك لما نقبضوا لاديان ونديروا له ان ديسوسياسيون بارسيال ولا توتال واش حتلقانا يا اما حتخرج لنا نيكليوتيد يعني لما نعالجو بانزيم يحلل لي الجزيئات العاديه واش تعطيني اما تعطيني على شكل نيكليوتيدات ولا تعطيني نيكليوزيدات. دونك النيكليوزيده وشنو هي؟ هي عباره عن ما هي قبيله واش قلنا حنا النيكليوتيد هي عباره عن يعني الفوسفات ولا البنتوز دو سوكر ولا لا باز ازوتي. بالنسبه للنيكليوزيده وشنو هي؟ بالنسبه للنيكليوزيده هي عباره عن بنتوز وباز ازوتي يعني النحو منها الفوسفات. هي بنتوز وباز ازوتي هذيك هي النيكليوزيده. دونك بالنسبه للكومباكت الكومباكسيون داديان دونك بالنسبه للكومباكسيون داديان دوكا لاديان يعد على شكل يعني سلسله ومن بعد يبدا يلتف 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 حتى يعطيني لو كروموزوم. دونك لي نيفو دو كومباكسيون كي تجي تشوفوهم راني شرحتهم في الكور في لو بروميير اني تاع النوايو نورمالمون تاع النوايو وي تلقاوه مشروح بيان ديتايي. دونك المهم نزيدو نعاودو نشوفوها كومباكسيون داديان. اول حاجه لو برومي نيفو هو لو نيكليوزوم. النيفو الاول تاع النيكليوزوم يعني عندنا اون كيما نقولوا عندنا سلسله بتبقى تلتف 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 على واش؟ على لي بروتين ايستون. النيفو الاول تاع الالتفاف هو نيكليوزوم واش حيعطيني؟ اون فيبر فيه 10 نانومتر. لاديان حيلتف على لي بروتين هادو ايستون H2A H2B H3 H4. الستركتور اي اون كولي دو بيرل. ومن بعد لو دوزيام نيفو هو الكروماتين يعني بعد ما يزيد يلتف ويخشان يعطيني الكروماتين. الكروماتين هو عباره عن فيبر دون 30 نانومتر وهو عباره عن نيكليوزوم. نيكليوزوم هذا اللي تشكل في النيفو الاول حيعاود يلتف على اون اوتر بروتين ايستون هو H1 بور ستابيليزي لو نورمالمون داديان. اوكي دونك هذا اللي هنا بيان سور هذا اسمك من هذا لانه زاد التف. من بعد الثالث نيفو دو كومباكسيون شنو هو؟ هو الكروماتيد. الكروماتيد دونك الكروموزوم جاي هكا كروماتيد وهكا كروماتيد ولهنا مربوط في النص بسنتخومير. دونك المرحله الثالث نيفو هو الكروماتيد هو اون فيبر دو 30 نانومتر. الكروماتيد هذا كروموزوميك اي اون كروماتيد سورغانيز اون بوكل شكل حلقه اي اليس autour d'un corps protéique central appelé scaffold. Donc عندك جغل هذاك لو كروماتين يزيد عاود يلتف على سور اون اوتر بروتين يعني اون اوتر كور بروتيك مركزي يعني سنترال اللي هو سكافولد. سكافولد نورمالمون دونك يعطيني اون فورم دو بوكل ولا ديليس. المهم هذا هو النيفو الاخر تاع الكومباكسيون داديان. بيان سور دو كروماتيد كير سيرتو مع بعضهم او نيفو دو سنترومير حيعطوني لو كروموزوم. دونك هاوليكم لو كروموزوم هذا هو الشكل النهائي. دونك عندنا من اديان حيعطينا نيكليوزوم من نيكليوزوم حيعطونا كروماتيد من كروماتين حيعطينا كروماتيد. بيان سور في الاخر كروموزوم.